طيب عن البالون دور وعن الجائزة طبعا الأفضل على مستوى العالم اللي هيتم إعلانها النهاردة بالليل إن شاء الله، هنتكلم وهنتكلم كمان عن نسخة الدوري الألماني اللي بتشهد مفاجآت كتيرة جدا، منها إنه فريق مش من الكبار في الوقت الحالي طبعا متصدر المشهد على حساب بايرن ميونخ وعلى حساب لايبزيج وعلى حساب بروسيا دورتموند وهو يونيون برلين، منها طبعا قوة مستوى هوفنهايم اللي بيقدم موسم يمكن يكون استثنائي ومتألق فيه وفارق بينه وبين بايرن ميونخ مجرد نقطتين وبيحتل حاليا المركز الرابع. هيكون ضيفنا هو ألكساندر روزين وهو نجم أينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ السابق والمدير الحالي لنادي هوفنهايم، هو ضيفنا في الفقرة دي من خلال طبعا فيديو كونفرنس. بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وكل الشكر على وجودك ومشاركتك معنا في السادسة. Guten Abend, hallo. مساء الخير. بكل سرور. سعيد جدا بوجودي معكم. يعني بداية قبل ما اتكلم عن الكرة وعن النسخة الحالية من الدوري الألماني البونز ليجا، خلينا نروح لجائزة البالون دور ورأيك في فرص النجوم الأهم النهاردة. أعتقد طبعا يعني في بعض الترشيحات في ناس بتجزم بأنه النتائج شبه محسوبة، لكن يهمني أسمع رأيك في مستوى الأفضل على كأفضل لاعب كرة، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب صاعد. الأفضل من وجهة نظري فعلا صعب جدا تحديد ذلك لأن هناك نجوم كثيرين. من وجهة نظري لهذا العام كريم بنزيما هو الأفضل وهو من يستحق، فعلا ساهم بشكل كبير جدا مع ريال مدريد في الفترات الأخيرة في الموسم الماضي في تحقيق ألقاب كثيرة على سبيل المثال تشامبيونز ليج الأوروبي في العام الماضي والدوري الأسباني. كريم بنزيما يساهم بشكل كبير جدا في تحقيق ألقاب وإنجازات لريال مدريد. من ناحية الألمان أعتقد مانويل نوير هو له فرصة كبيرة كأفضل حارس مرمى في العالم. وأفضل لاعب صاعد من وجهة نظرك ترشح مين؟ أعتقد أن هناك مواهب كثيرة من ألمانيا الصعب. جود بيلين لاعب رائع، لاعب وجمال موزيالا من بايرن ميونخ هو لاعب صاعد أيضا وهم من أهم اللاعبين من وجهة نظري. طيب أنا هاجي لاسم جود بيلينغهام بس يعني بعد شوية، لكن سؤالي مرتبط بموضوعية الجائزة. هل بتشوف في السنوات الأخيرة انه في اسماء كانت تستحق الجائزه ولكن لم تصل لفكره الحصول عليها؟ يعني عمالقه الحقيقه كتير جدا شفناهم في الملاعب كانوا يستحقوا الحصول على جائزه الافضل في العالم ولكنهم لم يحصلوا عليها. وعلى سبيل المثال لاعب مثلا زي ابراموفيتش، لاعب زي انيستا وغيرهم وغيرهم كتير. هل بتشوف انه في بعض الاوقات في لعيبه بتتعرض للظلم في الجوائز اللي من النوع ده؟ نعم، هذا أمر صعب جدا فعلا. لاعبين خارقين، في هناك لاعبين رائعين فعلا زي مثل ما حضرتك قلت بالضبط، هناك لاعبين فعلا رائعين ويستحقوا الحصول على البالون دور، وفي النهاية تجد اسمين أو ثلاثة مرشحين بقوة على سبيل المثال ميسي أو رونالدو. نعم يمتلكون كواليتي مختلف، ومن الناحية الرقمية والإحصائية والتسويقية هم الأفضل من وجهة نظري، وهذا له علاقة كبيرة بالماركتينج بالتسويق كما تعلم والناحية الإعلامية، وهذا يساهم بشكل كبير جدا في تحديد المرشح الأقوى أو الفائز وقد يساعد ذلك. على سبيل المثال عندكم في مصر أو من مصر عندما أرشح أنا شخصيا مو محمد صلاح، محمد صلاح أيضا لاعب عظيم رائع ويستحق أيضا أن يكون من المرشحين الأقوياء لهذه الجائزة. طيب اتنين معاك للدوري الألماني، والحقيقة أنا بشوف أنه السنة دي إحنا أمام نسخة استثنائية أو نسخة بشكل مختلف عن السنوات الأخيرة، شكل المنافسة مختلف. عندنا فريق زي يونيون برلين في اللحظة اللي إحنا نتكلم فيها وبنقابلك بيحتل صدارة المشهد على حساب أندية كبيرة جدا زي بايرن ميونخ، زي بروسيا دورتموند، زي لايبزيج. عندنا هوفنهايم طبعا بيقدم موسم اكتر من رائع وبيحتل حاليا المركز الرابع. هل بتشوف انه في طفره حصلت فعلا في الدوري الالماني وانه شكل المنافسه والفريق اللي ممكن يحقق اللقب هيكون مختلف عن السنوات الاخيره، ولا دي مجرد لحظه استثنائيه بنعيشها وبعد كده كل الامور هترجع لوضعها الطبيعي؟ في الحقيقة
هذا الموسم فعلا هو أمر استثنائي وأمر رائع. كما تعلم في آخر 10 أعوام كان بايرن ميونخ هو من يسود كل البطولات، أيضا في يوفنتوس في إيطاليا، في فرنسا هناك باريس سان جيرمان، ريال مدريد على سبيل المثال، وبرشلونة في إسبانيا، ولكن عندنا في البوندسليغا بايرن ميونخ دائما بايرن ميونخ، ثم يأتي بروسيا دورتموند ينافس بايرن ميونخ، ولكن في النهاية بايرن ميونخ هو الأفضل والأقوى ويستطيع تحقيق كل الألقاب أو البوندسليغا بالأخص على سبيل المثال. فعلا هذا الموسم هو موسم استثنائي من وجهة نظري، موسم قوي رائع قوي، هناك أندية ظهرت فعلا كما ذكرت، أعتقد أن يونين برلين وهوفنهايم فعلا في الأعوام الأخيرة بدأوا بكل هدوء أن يستعدوا أن يحضروا بشكل قوي. بروسيا دورتموند على سبيل المثال أيضا، بروسيا دورتموند يعمل على ذلك منذ وقت طويل وينافس بشكل قوي كل عام. احنا ننتظر المباراة القادمة هوفنهايم يوم الأسبوع القادم أمام بايرن ميونخ، نحن فخورين جدا بهوفنهايم وسعداء جدا وفي انتظار هذا اللقاء القوي. في بعض الناس بترى أنه تجربة ناجلزمان مع البايرن مش أفضل حاجة، وأنا عارف أنك طبعا كنت هو كان موجود في هوفنهايم وأنت يمكن اشتغلت معاه لفترة من الفترات، إزاي بتقيم تجربة ناجلزمان ورؤيتك لمستوى البايرن تحت قيادته؟ أنا شخصيا أعرف يوليان بشكل قوي وهو يعرفني، تربطنا علاقة قوية. نعم، في بداية هذه الألفية اشتغلنا مع بعض فعلا وعمل كمدرب أيضا في البداية مع هوفنهايم، وأنا اشتغلت معه بشكل مباشر وكنا أصدقاء وزملاء في نفس النادي، أعرفه بشكل خاص وشكل شخصي. نعم، دعني أوضح لك، ناجلسمان فعلا قدم مردود رائع ونتائج وبرفورمانس وأداء قوي جدا في هذه الفترة عندما كان يعمل معي مع هوفنهايم. نعم، الموضوع هنا صعب في أوروبا، هو ليس هناك ما يساعد في عملية الكوتشينج، عملية الفيدباك، عملية التطوير بشكل مباشر بشكل شخصي، أن يجلس معه شخص ويقول له هناك أشياء لابد من العمل عليها، فهذا ليس موجود بشكل كبير، ولكن نحن هنا نشتغل على أنفسنا، نطور من أنفسنا أيضا، وبالإضافة طبعا للدراسات المستمرة كل عام نحن ندرس. يوليان ناجلسمان يعمل على ذلك، أنا أعرفه شخصيا، فهو من أهم المدربين الذين يشتغلون على أنفسهم ويطورون نفسهم بشكل كبير. هل فقدت المسابقة الألمانية البوندسليغا جزء من قوتها ومن متعتها برحيل اسمين هم الأبرز يمكن على الساحة حاليا في كاتالونيا في البارسا روبرت ليفاندوفسكي، وفي إنجلترا في السيتي إيرلينغ هالاند؟ في البداية لابد أكون واضح ولابد أن نعترف أن روبرت ليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند هم من أقوى المهاجمين في العالم، ونرى ذلك الآن، هالاند مع السيتي يقدم أداء خرافي رائع، أيضا روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، دعنا نعترف بذلك. فعندما يغادرون البوندسليغا، نعم بكل تأكيد أعتقد أنا أتفق معك، سيؤثر ذلك بشكل كبير على قوة البوندسليغا. عندنا ساديو ماني الآن أتى إلى البوندسليغا وهو لاعب كلاسيكي من وجهة نظري، لاعب عظيم، وساعد البوندسليغا أن تكون جذابة أكثر للعالم كله والمشاهدين والفانس في أنحاء العالم كله، أيضا بوجود واحد مثل ساديو ماني. أعتقد أن البوندسليغا أيضا واحدة من أهم الدوريات في العالم ودائما في التوب في المستويات العليا، أيضا في إيطاليا على سبيل المثال في هناك 3 أو 4 أندية دائما هم من ينافسون. عندنا في البوندسليغا دائما تجد أن أوكي بايرن ميونخ هو رقم واحد، يعني ولكن في أندية أخرى تنافس في النقطة دي تحديدا. خليني أسألك على جزئية مهمة جدا، تسمح لي
يعني طبعا معروف يعني بلغه الاقتصاد معروف انه المانيا هي الخطيره الاقتصاديه اللي بتجر يمكن الاتحاد الاوروبي، واحده من اكبر واقوى اقتصاديات العالم، وانت عارف ان الكره النهارده بقت مرتبطه بشكل كبير جدا بالاقتصاد وبالقدرات الماليه. ليه الانديه الالمانيه ما بتستطيعش انها تحافظ على نجومها؟ يعني فريق زي بروسيا دورتموند، فريق زي لايبزيج وغيرهم من الفرق، ليه ما فيش قدره لانديه الدوري الالماني على انها تكون بتستقطب النجوم بدل ما تكون طارده او مصدره لاهم وابرز نجومها؟ والكلام مش بس على ايرلينج هالاند وليفاندوفسكي، لكن الكلام حتى على موهبه بروسيا دورتموند حاليا جود بيلينغهام اللي اعتقد انه سيرحل بعد موسم او اقل عن صفوف بروسيا دورتموند. نعم، السؤال سهل جدا أن أجاوبه. نعم، أتفق معك أن من الناحية المالية والمادية ألمانيا واحدة من أقوى البلاد من الناحية الاقتصادية، ولكن ليس كل الأندية تنفق أموال من أجل لاعبين أو من أجل استقطاب لاعبين. نعم، هم عقلاء بعض الشيء في استقطاب لاعبين. نعم، هم يتتبعون اللاعبين في العالم كله. دعني أوضح لك الفرق بين ألمانيا وإنجلترا. إنجلترا على سبيل المثال، نعم هناك استثمار كبير، هناك مستثمرين يتدخلون ويصرفون ويضخون أموال كبيرة، على العكس من ألمانيا. ألمانيا حريصين جدا، هناك بعض القوانين التي تحكم ذلك، ولكن في النهاية دعني أوضح لك أن في النهاية كل لاعب يبحث عن الكارير الذي يناسبه أيضا، ولكن الأندية الألمانية لا تضخ كل هذه الأموال مثل الفرق الإنجليزية أو في البريمير ليج. هذا هو أسألك الفرق. كمان عن نجم الكرة المصرية عمر مرموش اللي بيتألق، ويمكن أنا يمكن تابعت يعني زي هايلايتس لآخر مشاركته مع فريقه فولسبورغ وتسجيله لهدف أكتر من رائع. إزاي بتشوف تجربة عمر مرموش في ألمانيا وتقييمك لمستواه؟ أنا أرى عمر هو لاعب رائع، لاعب فعلا استثنائي، لعب مع شتوتغارت العام الماضي على سبيل العارة في موسم أو نعم، ظهر بشكل رائع وقدم مردود ومستوى رائع جدا وأداء رائع مع فرانكفورت ومع فولسبورغ، عاد مرة أخرى فولسبورغ كما نعلم. نعم، أعتقد هو يساهم في إحراز أهداف، سريع جدا من ناحية السرعة، من ناحية القوة، من ناحية هو لاعب فعلا قوي ورائع، فعلا فعلا أنا أتابعه بشكل شخصي، هو لاعب فعلا يتم تصنيفه من اللاعبين الرائعين الأقوياء. ألكسندر روزين نجم طبعا فرانكفورت وأوكسبورغ والمدير الحالي لنادي هوفنهايم، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة في السادسة.